على قدر الأثر يكتب التاريخ، فتعرف اللحظة التاريخية بمجدها وأثرها البالغ في الوطن والمواطن، وعماننا تسجل صفحة جديدة بنهضة متجددة التي سيبني أساسها من توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل الأمانة. السلطان هيثم بن طارق المعظم ألقى كلمته السامية ليبشر بشرارة الانطلاقة المجيدة للعهد الزاخر. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه. وجاء الخطاب مدروسا ومفصلا، ابتدأه بالشكر الجزيل لأبناء عمان الأوفياء لوفائهم للسلطان الراحل، موصولا بالامتنان إلى قادة الدول العربية الصديقة والشقيقة وإلى المجتمع الدولي على ما أبداه من مواساة ودعاء لسلطان الراحل رحمه الله. وقد تابعنا خلال الأسابيع الماضية مشاعركم النبيلة وتعبيركم الصادق تجاه السلطان الراحل. وكما من قبله رحمه الله، اعتبر الشباب هم محرك الأمة وثروتها التي لا تنضب، فقد نص في خطابه على أهمية الاستماع للشباب وتوفير احتياجاتهم وكذلك التعليم. كان له نصيب من الخطاب كونه الأساس الذي تبنى عليه الحضارة والأمم. إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها. ثقل الخطاب وأهميته التاريخية أنه يستقرئ المرحلة القادمة في عمان، وقلب الخطاب يكمن في بعده المستقبلي بأنه لا تتحقق الأهداف حسب ما باركته الأقوال السامية إلا بعد توفير الأسباب الداعمة عبر طريقة ممنهجة في اتخاذ الإجراءات للإصلاح الإداري والمؤسسي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حيث بيّن على أهمية توازن الاقتصاد مع السياسة الداخلية. فالسياسة الداخلية السليمة المبنية على حوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة تضمن أساساً اقتصادياً صحيحاً ومنتعشاً، مما يحقق استدامة الاقتصاد الوطني. وهكذا سيكون بإذن الله في أعلى سلم أولويات الحكومة الجديدة. وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة تضع تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني. وقد كانت رؤيته أيده الله شاملة لكل الجوانب المهمة في حياة المواطنين، ومن أهمها الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، فقد أوضح على ضرورة خفض الديون والعمل على سياسات مالية واضحة ومدروسة. وكما استعرض أحد أهم القضايا التي تشغل الوطن الآن، فقد أكد على ضرورة دعم التشغيل وتحسين بيئة التوظيف بما يضمن الاستقرار الوظيفي للمواطن. كل الاهتمام والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. فاخر سلطان عمان بدولة المؤسسات والقانون التي يعيش فيها المواطن والمقيم على مبادئ الحرية والمساواة، وكذلك الشراكة بين الرجل والمرأة في بناء الدولة وخدمة الوطن. إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني. ونهاية الخطاب بداية النهضة. جند عمان وقواتنا المسلحة التي اختصها السلطان بالشكر والامتنان، وهذا دليل على تكامل الدولة المدنية والعسكرية، فهما جنبا إلى جنب كما ينبغي لإعلاء شأن هذا الوطن والذود عنه. كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز. سلطان عمان خط عنوان المرحلة القادمة بأيد ثابتة ورؤى حكيمة على أن تكون بمستوى طموحات الشعب العماني وتطلعاته، وبهذا استبشر الشعب بالخطاب. فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان، الحمد لله على نعمة عمان.